رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا سبحانه وتعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس. نحن بسأل سؤال، في ناس جونا في الحلة شالين شنط وحلل وكذا، وجونا وجابوا عجوة وشمام وقطعوا وأكلوا الناس ما شاء الله تبارك الله، وقالوا نحن ناس بنخرج في سبيل الله، دارين ندعو إلى الله وتطلعوا معانا، يمشوا باكستان والهند ما شاء الله، يمشوا دول كثيرة، قالوا نحن قاعد نبلغ دعوة الله. وبعدين حتى في من النساء ذاته سمعنا أنه بيطلعوا ويخرجوا يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نحن دارين نعرف الناس ديل، هل هما دعوتهم دي وفق السنة أم خلاف السنة؟ جزاكم الله خير. طيب، الناس الذكر وصفهم ديل بيسمون جماعة التبليغ. جماعة التبليغ ديل ناس بيجوا المساجد زي ما ذكره، وبيجوا شايلين حلال وشايلين لون بقج وحاجات وهدوم، يمكن الصف يكون 5 صفوف، بيشيلوا الصف اللي ورا كله بيملوا حلال دي وحاجات دي. وبعد ذاك المهم، ونحن مشكلتنا معهم ما في الحلة، نحن مشكلتنا مع جماعة التبليغ دي في أمور. الأمر الأول، النازل دعوة قائمة على الجهل، قائمة على الجهل، لأن الليلة بيجوا لناس قد زول سكران يقبضوا في الشارع يطايبوا شوية شوية جا المسجد، كونه جا المسجد دي حاجة طيبة، بعد شوية يقول لا راح تخرج معانا. وجماعة اللي بيخرج معانا 3 يوم منه يرفع أصبعه، واللي بيخرج معانا يوم منه يسوقوا ناس قد زول يكون من أجهل خلق الله، ويمشي يتكلم بالجهل. انت قد تكون جاهل وانا جاهل، لكن المساله الدار تتكلم فيها في الدين دي لابد شنو تتعلمها. يعني احنا ما بنقول تتكلم في الدين الا تكون محيط بجميع العلم، لا، انت قد تكون ما عالم، لكن المساله الدار تتكلم فيها دي لابد يكون عندك فيها شنو علم، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولقوله سبحانه وتعالى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. 2، جماعة التبليغ أصلا هي جماعة صوفية عصرية كما قال الإمام الألباني رحمه الله تعالى، وهي مؤسسة على 4 طرق، منها الطريقة القادرية. جماعة التبليغ دي رؤية منامية هناك في آخر الدنيا، الهند ولا باكستان، محمد بن إلياس الكندهلوي، والرؤية دي بعد ذاك مرق واشتغل في النازل ونخرج وإلى آخره، بيجوا يخرجوا، وهي طريقة أصلا قائمة على 4 طرق صوفية، منها الطريقة النقشبندية ومنها الطريقة القادرية. القادرية ديل بتاعنا الكتاب ده، بعجيك لتاني المأخذ الثالث والرابع على شنو الطريقة. ناس يعني مناجهم ذاته مبني على شنو، على الباطل. دي الطريقة القادرية، نبديك منها بس حاجة قبل ذكرنا منها موقف، ذكرنا منها أبيات. قال صفحة 31، ده كتاب القادرية اسمه الفيوضات الربانية في المآثر والأوراد القادرية، دي طبعة من الطبعات، في طبعة تانية يعني بتلقاها في غير الصفحة دي، لكن هنا قال صفحة 30 ل 31. قال فائدة في كيفية الاستغاثة المنسوبة لحضرة سيدنا وسندنا الغوث الأعظم قدس الله تعالى سره العزيز الأعظم، ووقت قراءتها وعملها ليلة الثلاثاء إما نصف الليل أو في وقت السحر، وهي هذه. شوف الطريقة دي. وفي كتاب تاني معنون لها بعنوان آخر، قال إذا وقع لك مهم، تعرف الصوفية ديل وديل منهم التبليغ ديل شاكدي، والمأخذ الثالث عليهم إنهم بينزلوا عند المتصوفة وعند أهل البدع، ينزلوا في مسجد الختمية، ينزلوا في مسجد كذا، وينزلوا ينزلون عند أهل البدع. طيب، لذاته ده مأخذ شرعي. طيب، قال إذا وقع لك مهم وأردت أن يدفعه الله عنك فصلي ركعتين بعد صلاة العشاء أو في وقت السحر، وتقرأ في كل ركعة بعد الفاتحة الإخلاص 11 مرة. تصلي ركعتين
وفي اي رقعه تقرا شنو؟ الاخلاص 11 مره. يلا تعال شوف الكلام ده. قال: ثم تسلم وتسجد لله تعالى بعد السلام وتسال حاجتك، ثم ترفع راسك وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 11 مره. صلي على الرسول برضو كم؟ صلى الله عليه وسلم 11 مره. قال: ثم تقوم وتخطو 11 خطوه الى جهه العراق الى يمين القبله، وتقول في الاولى، في الخطوه الاولى دي القادريه. ومن الطرق القائمه عليها جماعه التبليغ وصوفيه عصريه كما قال الالباني، وديل الصوفيه شايت تخت الصوفيه وتخت التبليغ الى اخره. طيب قال تقول في الاولى، في الخطوه الاولى، تمش قال 11 خطوه، شوف الصوفيه بيوهموك كيف والقوم ديل معاون. قال: وتقول في الاولى يا شيخ محي الدين، في الخطوه الاولى. طيب وفي الثانيه يا سيد محي الدين، هذه. وفي الثالثه يا مولانا محي الدين، وانت ماشي 11 خطوه مارق. قال: وفي الرابعه يا مخدوم محي الدين، ماشي. وفي الخامسه يا درويش محي الدين، براو كتب، نقول لك انتم بتنبذون، وهذا كتبه في كتاب درويش كتبه براو. قال: وفي السادسه يا خواجه محي الدين، عليك الله واحد يجي يقرا عشان ما يقولوا كذبنا عليه. قال: يا خواجه محي الدين، خواجه ويقول لك انتم يهود وتابعين، ده خواجه موك عديل قاعد هنا. قال: وفي السابعة يا سلطان محي الدين، وفي الثامنة يا شاه محي الدين، وفي التاسعة يا غوث محي الدين، وفي العاشرة يا قطب محي الدين، وفي الحادية عشرة، دي الخطوة شنو؟ الأخيرة تمرق بر الدين. قال: وفي الحادية عشر عشرة يا سيد السادات عبد القادر محي الدين، ثم تقول: يا عبيد الله أغثني بإذن الله، ويا شيخ الثقلين أغثني وامددني في قضاء حوائجي إلى آخره. البغيث منه يا جماعة؟ قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. أما زول تستغيث به في شيء بيقدر عليه وهذا جنبك، دي ما فيها شيء. الرجل قال يا موسى عليه السلام، رب العزة والجلال قال: فاستغاثه الذي هو من شيعتي على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، لأنه قادر، قادر. زول ميت تقول لا أغيثني الحقك كيف؟ ده شرك بالله تعالى ودي بلاوي الآن. وامددني، هل بيمددك منه؟ قال تعالى في القرآن: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، وشنو؟ ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. فالنازل دعوة على الجهل مبنية لا على العلم. اثنين، النازل أصلا صوفية كما قال الألباني. ثلاثة، بينزلوا عند أهل البدع ما بينزلوا عند أهل الحق. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. خمسة، أربعة، النازل بيكتموا الحق، بيكتموا الحق، لأنه المسائل الليلة مسائل التوحيد والعقيدة، وده أعظم مسألة ما بيدعوا الناس ليها. توحيد يجيبوا لك توحيد الربوبية، والله الخالق، والله خلق الجبل، والله خلق السماء، ده من الدين ما فيه هتر اصلا ولا فيه باطل. لكن الخالق قل للناس اعبدوه وحده لا شريك له، قل لهم ما تنادوا المشايخ، اكتموا الحق، اكتموا الحق، لانه الناس اللي بينزلوا عندهم ديل اهل باطل وما بينكروا عليهم باطل. والرسول عليه الصلاه والسلام قال: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، الى اخر الحديث الذي ذكرناه. فالجماعه زي دي ما تمشي ليها ولا تمشي لأي جماعة تاني، لا تبقى تبليغي، لا تبقى قادري زي ديل، ولا تبقى تجاني زي اللي قالوا شيخنا أحمد تجان لاقى الرسول في صحراء سيناء يقظة لا مناما، عديل كذي لاقاه والله. كتاب الفتح الرباني فيما يحتاج إليه المريد التجاني، ديل بغادر ركينية، ديل قالوا قال الرسول في المنام، جاني في المنام وأكل معاي بالتيخة، شوف العلق اللزوم. وديلك بغا وبتاعين لخبطه كلهم، بغادي ديلك السمانيه، ديل كمان بتاعين كبيره مره واحده، كلهم بتاعين كبيره. ديلك السمانيه ديل
قالوا الشيخ بيحيي الموتى. عديل كذا أحمد طيب البشير جايب له كرامات قال بيحيي الموتى. إذا ما كرامات ده كلام باطل، زول مادة تاني مبقوم إلا يوم القيامة. قال تعالى في القرآن في سورة ياسين: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. تاني ما بيرجع. وقال رب العزة والجلال في سورة الأنبياء: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. تاني بعد مادة ما بيرجع إلا يوم القيامة. وبلاوي تقيلة جدا وسمانية ديل فيون البرعي ده جايب له جايب له أبيات قال في مصر، جايب له كلام في مصر في كتابه لك سلام مني، قال أحمد طيب البشير لما مشى مصر صفحة 40 لـ44 ده البرعي. قال أحمد طيب لما مشى مصر قال وافق دخوله شهر رمضان، دخل في شهر شنو؟ رمضان. وهو دخوله ده وافق شهر رمضان. قال فدعاه في يوم واحد نحو 40 من تلامذته للإفطار عندهم من غير علم أحدهم بالآخر. قال يعني 40 اثنين اثنين واحد واحد، ما واحد عارف الثاني دعا الثاني، دعا أحمد طيب البشير. يعني جاي داخل مصر ودخل الصعيد يلاقي ده السلام عليكم الشيخ، الحمد لله على السلامة، الحمد لله، الله يسلمك، وأنا تيجي تفطر معانا المغرب الليلة دي، تيجي تفطر معانا، قول كويس بجيكم. مشى بالشارع الثاني لقى واحد ثاني تيجي تفطر معانا الليلة، مش مفروض يقول لا عزمني ذاك؟ يقول لك كويس بجيكم. والثالث والرابع والخامس نحو 40، البرعي كاتب كذي. قال فلما حان وقت الإفطار، والله مكتوب كذي، وغربت شمس ذلك اليوم، تطور الشيخ على عدد تلامذته، تطور الشيخ على عدد تلامذته، ثم حضر عند كل واحد منهم. طوال البرعي سوى بيت شعر قال في مصر تجزأ للأربعين أحد. الشيخ بقى كم؟ 40. 40 تمرة ترمى وقت المغرب، و40 عصيدة جغمة أكلها، وما بعرف عصير برضو بقى عليه، 40 نفر بيبقى 40 ده، فهم شنو ده؟ والرسول والصحابة يوم بدر الصحابي ما بقى 40، جات ملائكة من وين؟ من السماء، ده يبقى 40 بس كذي؟ اللي قال لي شو الصوفية ديل أوهام، وهو النسخة الأصلية وين؟ مع تطالب فيهم كلها لخبطة سايخ وباسم الدين، عشان كذي تبقى صوفي تصدق الشيخ يبقى 40 والحوار يبقى 30 وسحلية متبرجة وفار زعلان وعتود عاق بوالديه وكديسة بتضربه، شغلة طويلة جدا، لأنه النازل بيوهموك. والله شفت التصوف ده والمناهج دي كلها تختا، لا تبليغ لا تصوف لا غيره. يا أخي كتاب اسمه كتاب الطبقات لمحمد والضيف الله، والله الذي رفع السماء صفحة 197 ل 198 آخر طبعة قبل 6 سنة 2012، قال فيها عن الشيخ، قال شيخ اسمه موسى بن يعقوب، قال من كراماته أنه علم منطق الطير. قال ذات يوم جالس والمشاط يمشط رأسه، بيتكلم مع الطير الشيخ وبعرف لغة الطير، يعني لو طير سكسكت بعرفها دايرة شو، ماذا فعلت الرسوم تحت الجامعة، دايرة بطاقة للكفالة، عليمة ربها بعرفها، لأنه هو بعرف منطقي شنو الطير. قال ذات يوم المشاط يمشط رأسه، فدخل الطير بقوة الباب بقوة البيت من قوة زي الشباك دي. قال فسكسكت، فسكسك هو لها، والله مكتوبة كده. قال ثم طارت، فجاءت طيرة أخرى فسكسكت، فسكسك هو لها. فقال المشاط، مشاط بدل إذا على المشط ويقول لا الشيخ أنا عارفك صامولتك فكت أنا ماشي أشوف لي زول تاني قاعد مع الياسي وسأله، قال يا الشيخ سألتك بالله الذي لا إله غيره الطيرة إن قالت لك وأنت إن قلت لها، قالت لك شنو أنت قلت لها شنو؟ قال زوجاني وفقت بينهما. ديك بدعشوشة ودو الدبرك زعلانين، والدبرك وبدعشوشة زعلانين، والدبرك زعلانة وبدعشوشة ما بعرف مادة حنة الهناء ولا الرسم مادة القروش، غايته زعلانة منه. بعدين أنا صالحت بيناته، صالح بيناته، يا الدبرك خليك عاقل
عشان الزرازير وما تتهور. والله تخيل وبدا عشوش انت كان طلقوك الزمن ده قاسي والزواج بقى صعب وهناي خلاص قالوا خلاص باركوها يا جماعه هو تباركوا والدبرك دار له مصالحه وده بجيب له حبتين من المصنع في السلك بجاي اموره جد دار له مصالحه ده لما الشيخ صالح بيناتهم ومشاكل طويله جدا. فلذلك ده معنى كلامه. لكن في نهايه الامر النازل بيوهم شفت عقلك ده بملوك اوسى وهام اول شيء وعقلك ده بتشيله برا شاكي زولي عتر يا الفكيه الحقنا وفكي مات الحقك كيف تعصره يقول لك انا قصدي يا الله بالفكيه يا زول كيف انت قلت يا الفكيه الحقنا انت داري الحقك منه هسي انا طاقتي دي شال اخونا ده اقعد اقالع في ده اقول لا اديني طاقتي واكون قصدي ده انت حاجتك عين منه عند الله الفكيه تدخله شنو انا داري اعرف سؤال بس. وبعدين ده ضد التوحيد تماما ده شرك. نزول قال يا الله نجيني نادى كما جماعة مش نادى واحد يا الله ويا الشيخ نادى كم نادى واحد ولا اثنين اثنين ده توحيد ده الشرك ذاته. فلذلك موضوع طويل جدا. نحن والله ندعو الناس يوحدوا الله وذاته. نحن لو جينا يوم من الأيام شايلين ورقة وقلم قلنا لك اكتب اسمك وسجل أبقى مارك طوالي ما أبقى حر بس حر خليك زول عاقل وحر لقيت آية طبقه طوال حديث طبقه وشق الدرب صلي صلواتك في المسجد استقيم على الطاعة البنات ما تلخبط لك راسك انت هسه الله عافاك زي ما قال لك شاب قبل كديسة في البلد دي يمكن تلقاه ذكر ما في منسى إلا الموية تشربه وتبقى ماري. فلذلك انت هنا من هنا دي تتخرج ولا قبل ما تتخرج الشغل أضايقتك أمشي طوالي دق الباب السلام عليكم أبو فاطمة هاي أنا داير فاطمة دي فاطمة هنا في بور السودان اديناك عقدوا لك وزع التمر وكل بها مصماصته وشوف الحاصل يلا والله الدوك شاكوش وكله شوفه بعد ذاك ابو ريم ابو ريم بعد ذاك الدوك راس برضه لسه تعبان الزوجه الثانيه الزوجه الثانيه برضه بتتلفت الزوجه الثالثه ما عندك كم اربعه الزوجه الثالثه برضه لسه عندك هوس الزوجه الرابعه ثاني كان جاك هوس تعال قابلنا ثاني يوم كله تشتغل لا حول ولا قوة إلا بالله استغفر الله وأتوب إليه. والله موضوعك بيبقى واضح لذلك ما تضيع زمنك ساعة ديل بيوهموك بتاع الفنانين ديل يبكوك والرحلة طويلة 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 والقصة حزينة حزينة انت تقعد تحزن براك يا زول مالك وما الرحلة طويلة انزل تقعد خليها يمشي الجماعة والله طويلة وحزينة يبكوك ساي ذاك الجماعة ذاك أوهام وما شاف بتاع الرحلة صوته راح مرة واحدة قاعد ينبح الزول ده ويرجف براسه لما راح صوته مرة واحدة انت تبقى زي ده تبقى زي ده يا أخو وتبقى تبكي وما قادر وشنو وداك بيغادي مشغلين برضو بنات وأولاد يبكوا شغالين وعمك العجوز ذاك خاتين بيجاي ثلاثة بنات وبيجاي أربع أولاد وغني لنا يا في رمضان شياطين مربطة ذي المفكفكين شغالين وبيجاي وبيجاي مصائب تقيل خليك حر زول مستقيم وكل تمام واشرب كويس واشتغل في السوق ده والله بيرزقك واركب عربية ما بزول سالك اركب عربية وشغل قرآن تستفيد بمزاج تكون ورايق وتعال درس في الجامعة درسوا العقيدة والتوحيد ما يجبكك فلسفة والجداد جدادتين هي قاعدة واحدة والشنوة بعرف ولخبة ساي وامتحانات في النهاية ابتلينا بها فنسأل الله العافية. فإنت أبقى حر وأبقى زول مستقيم وما تبقى مع أي جماعة ولا أي حزب. الناس الزول اللي يبقى مع جماعة في شباب والله كأنه بس شفت زول خاش لزقاق مظلم وقال له فيه كلب سعران ما بخش براو لك يا زول الشي ده قالوا فيه كلب سعران إلا تخش معاي شيء العكاز وخش براك يا زول. والدين ده ما كذي الدين ده براك خليك حر صح مع المسلمين عامة وكذا مع عامة المسلمين وما عندك جماعة معينة منحاز لها ولا طائفة خليك حر لأن يوم القيامة رب العزة والجلال قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة شنو فردا انت قال يوم القيامة تجي خاشي الأرض المحشر بكل ونحن جينا والصفقة جات صفقة ما في يوم القيامة لا تسمع إلا همسا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا ولا يهموك ديل جماعة الأخوان المسلمين عليك الله عانى اليافطتين ديل براين فين تناقض ما فين تناقض اوريك شيء بسيط بس
قالوا جماعة الإخوان المسلمين دي الحركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين قالوا معا لربط قيم السماء بالأرض. قصدهم بقيم السماء شنو؟ مش الوحي والدين بيجي من عند الله سبحانه وتعالى؟ أيوة. شوف اليافطة البعدة حركة الطلاب الإسلاميين الوطنيين منهج فكري متكامل. الفكر ده وين؟ مش في العقل؟ والعقل في الأرض ولا في زول ولده في السحاب؟ أها. وفكر متكامل يعني بتاع عرض لكن متكامل. لأنه الدين ما فكر، الدين جاء منه من الله تعالى. أسئلة ما تناقضوا هناك قالوا من السماء، هنا جابوها من الفكر. دل بيوهموك دل ونحن وكذا وإلى آخره وأقبل على دربنا إن كنت حيرانا. وحيران ذاته ما فاهم شيء، لا في براو والله ولا لدنيا قد عمل. موضوع طويل كمان نخش في محلات تاني، لكن فينا تلاهم نازل بتاع اللخبة والله. فلنعمل سويا فيما اتفقنا فيه وليعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. أخوان مسلمين ديل ناس باركوها، تعرف باركوها؟ كلك حلو بتعرفه؟ كلك حلو. زول بنادي البرعي أيوة معانا ما مشكلة تمام، وده بيقول البرعي على ضلال أيوة معانا ما مشكلة بس سجل إنت بس، وده بيجاي شايته بيغادي وده شايته وكلها باركوها سوا. والله الذي لا إله غيره ما لخبته. الله قال ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلموا. خلي منهجك واضح، كتاب وسنة وحق، خليك زور راجل ومنهجك نظيف. شنو الرخبه يا كل مره ديل بيجاي وديل بيجاي ودار تلمون سوا وديل ما بتلموا لك سوا. زول موحد وزول ملخبته بنادي الشيخ يتلموا كيف يتلموا سوا كيف؟ والله الذي لا اله غيره ده حق وده باطل. بل نقذف بالحق على الباطل بتلموا سوا. قال فيدمغه فاذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. والأخ المسلم ضد التوحيد، تمشي أسي المسجد يقول لك أنا رئيس اللجنة ونحن قررنا هنا ما في حديث ما في كلام إلا بعد إذن من لجنة المسجد وإمام اللجنة ذاتك عن كلهم قعدتهم قلت لهم عرفوا التوحيد لغة واصطلاحا بيقعدوا يتلفتوا. لجنة ذاتهم يا أخي مسجد تلقى اسمه مسجد فاطمة الزهراء، تلقى اسمه كذي مسجد فاطمة. تخد جوه تلقى ناس مسلطين تسألون واحد واحد تقول له انتو فاطمة البنته؟ يقول لك لا. اخو فاطمة؟ لا. ابوها؟ لا. انتو جيتوا من وين؟ الله سكننا جنب الجامع ده وغايته ما في كلام هنا الا بإذن. المسجد ده حق منه؟ حق الله. والله قال في بيوت اذن الله. تاني تدارين اذن اكتر من كذا شنو؟ لا ما تتكلم لنا في المسائل الخلافية. خلافية دي شنو؟ خلافية دي ما عندهم انه زول دخل المسجد صلى بعد الصلاة لقى في توب ونجاسة هل صلاة صحيحة ولا باطلة؟ ما خلافية في دي، ولا خلافية في انه التيمم ضربة ولا ضربتين، ولا انه الحج الافضل افضل واحد فيه الافراد ولا التمتع ولا القران، ولا انه الصيام الصحيح انه النية واحدة من بداية من اول يوم بتكفي عن بقية الشهر ولا اي يوم يجددون النية، ما خلاف في دي. ولا الزكاة انه العربية دي داخلة في الزكاة ولا دي من الاشياء البرة برة انواع الاموال الاربعة بتاعت الزكاة، لا لا. خلافية دي انه الله واحد. لما نلقوا تلقى خلافية في المسجد نازل قصدهم شنو؟ الله واحد وما تنادوا الشيوخ، دي الخلافية عنده. يقول لك مسائل الخلافية ما تجيبها، تقول لهم يا تل خلافية، يقول لك بس شفت توحيد وحجاب ما بجوز ونادوا الله براو، دي ما تجيب لنا، دي بتجيب مشاكل. وزول يا جماعه بيسلم بشنو؟ مش بانه يقول لا اله الا الله محمد رسول الله. طيب كيف يكون بدايه الاسلام واصل الاسلام ده سبب لخلاف بين المسلمين؟ ده يا اخي مسلم ومسلم اختلفوا في انه المطره بنزلها الله؟ ده الثاني ده مسلم باقي ليك اللي بيقول بنزل. واحد يا اسمه صلاح الدين بدوي الخنجر في جامعه ام درمان اسلاميه كان بيدرس وكلية الطب تفسير، بدرس تفسير، تفسير ده حق شنو؟ مش حق قرآن، تفسير القرآن. قال له نسين خشيته اليوتيوب بتلقوا كلامه، نسين خشيته فتحته الشيوخ بده المطر تلقوا كلامه. قال نحن عندنا في السودان الشيوخ بده المطر، والمطر بحسب الطلب.
عجبك عجبك، ما عجبك امشي افتح بلاغ في الشرطة. قال كده، قال تلقى اثنين سرابتين بينات انتقنت، ارضين بينات انتقنت. قال فيهطل المطر منها هنا ولا يهطل المطر منها هنا، والسبب ديل دفعوا البياض. قال الخواجات ديل ما بتجيهم مطرة، دفعوا بياض ديلك خواجات، ذيك مطرهم بيت لجة ذاته، بيت لجة الله بيديها لهم بيت لجة. الصباح الواحد تلقى شايل له حاجات ينظف في القزاز بتاع العربية، شايل لك وريك معاه ورا ديل. الله ديل أداهم مطر، دفعوا بياض لي شيخ زول عليك الله زي ده، زول شارون ما قال عقيدة زي ده. شارون ترمبة ده جابوه جديد ده، ولا اسمه منه ترامب ده، شفتها ما قال كلام زي ده، والله الذي لا إله غيره. كل لون ذاك الثاني ذاك، يا أخي ما ممكن حصل. انت سمعت كافر قال شيخ بدي مطر؟ ابو لهب ابو جهل انكدته من قبره، ترى ابو لهب قال مالكون يا اخي الضرب جوا حار جابني هنا جنو. يا ابو لهب انت اللي بدي المطر منه؟ يقول لون الله. لا يعني الفكي ما بدي المطر، وانا مسلمين تجنيته ولا قلبته؟ يجي راجع طوالي رجعه. والله اذا تعرف كلامي ذا اقرا القران، شفت كلامي ذا اقرا القران. قال تعالى في القران قل من يرزقكم، ده خطاب الرسول عليه الصلاة والسلام، الله أمر يخاطب المشركين ويخاطب الناس. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. الله قال لهم سبحانه وتعالى يا أيها الناس، تلقى خطاب يا أيها الذين آمنوا دل المؤمنين، قل يا أهل الكتاب، خطاب لأهل الكتاب، خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام خاطب أهل الكتاب. لما تلقى يا أيها الناس، الأصل فيها إنه لعامة شنو الناس، وبعد ذاك بحسب السياق بتفهم إنت المقصود، لكن الأصل إنها لعامة الناس، يدخل فيها يهود، يدخل فيها المشركون المسلمون إلى آخره، مجوس إلى آخره، نصارى. قال يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم بتعلموا إنه نزل المطر الله، والخلق كون الله، والخلق أبهات كون الله، طيب كيف تعبدوا غير الله وتجعلوا لله الأنداد سبحانه وتعالى؟ شكرا رب العزة والجلال. قال فرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ نسأل الله العافية.